لسه أسوان برضو 41 ما نزلتش قوي. أنا نفسي ألاقي بدل علامة الشمس دي علامة رعد. ما تستعجليش عواصف. بصي شهر شهر ونص بالكتير هتشوفي كل شهر ونص. إيه كريم ده لسه بدري قوي كده. شهر شهر ونص كام دلوقتي؟ أنا قلت أسبوع مثلا. لا أسبوع عشان الجو يفك. لكن بقى الأجواء العاصفة الشتوية المستحبة دي اللي احنا بنحبها دي اتقالي تاخدي حاجة نضيفة. بس أقول لك على حاجة. امبارح أنا كنت امبارح في الشيخ زايد بالليل. عايزة أقول لك بجد بالليل كان الجو فيه برد كده سنة فعلا. دي تنبيعة فعلا. بقى ولا مش يعني تنبيعة؟ يعني بريت امبارح ولبست جاكيت بالليل بجد أول مرة. أو أنا شتيت لوحدي بقى مش الخريف عارفة. الخريف دخل بقى بس واحدة واحدة. نديله فرصته ونديله مجاله. أوكي. وإن شاء الله الشتاء قادم قادم بإذن الرحمن. مشكلة. طيب.